هذا محور الأخير، تجلي إيمان المؤمن في معاملة أهل بيته. إيمانك أيها المؤمن يظهر من خلال معاملتك ومن خلال سلوكك. ليكتمل إيمان المؤمن لا بد له من الاقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في نور تصرفاته داخل بيته ومع أسرته، قولا وعملا ومنهجا وسلوكا. الأمر الثاني أن يحرص المؤمن على التأسي بالنبي الخاتم في سمو علاقته مع جيرانه. فالنبي لم يكن يؤذي جيرانه عليه الصلاة والسلام، يحسن إلى أهل بيته ويحسن كذلك إلى الجيران. وحث عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة على الإحسان إلى الجار، بل وجعل هذا الإحسان من علامات الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع بجانبه فهو يعلم. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه، وفي رواية من الغير. الاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم في كل العلاقات العامة والخاصة، العامة والخاصة، سواء تعلق الأمر بالموافق أو المخالف، من يوافقنا ومن يخالفنا، ومن يسيء إلينا ومن يسيء إلينا، لا بد أن نتعامل معه بطريقة حسنة، وأن نتعامل معه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته مع أصحابه، معاملته مع أعدائه، معاملته مع من يوافقه، معاملته مع من يخالفه. فقد كان عليه الصلاة والسلام طيب العشرة، وكان عليه الصلاة والسلام حسن المعاملة صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى الوضوء.